حبيبي مجنون انت؟ حبيبي شو عم تسبغلي؟ شو بحط لي مي على شعري؟ هون منيح، بس في الشركات اللي هلا هن موجودين بالسوق احسن من هون. بس هون ريحتهم كثير حلوه. ايه كيفك كمان؟ احسن، فهمت علي؟ طب وين بدي اصبغ؟ غير لون. شو بدك تعمل؟ زهقت، طب بدي شيء اسود، شو رايك؟ اسود؟ ايه خلص زهقت. والله. طيب شو رايك؟ حسن. هاي كيفك؟ هاي. اختصاصه الوان. بدي لون كثير قوي يكون. بلاك بلاك. كثير شو رايك يا حسن؟ بدي لون بلاك. اي خلص رح نعمل لك بلاك. اي اوكي مقصر؟ اه هو اوكي جاي. تفضلي هون لو سمحتي على الضوء، لانه بنعمل بلاك وقعدك جوا ما ببين. بس سؤال. اسود اسود؟ ايه بدها اسود عم تقول. انت شو رايك؟ اسود اسود نعمل لها اياه ولا اسود فاتحه؟ لانه جاي صيفيه. يعني اسود لميع، اسود مات، فينا نعمل لها اياه مات ناشف بيجي. ايه ما انت عندك درجات للاسود، مش انه اسود اسود مات. بعرف انه اسود اسود شو لحظة لا ها زمان لا ما انا ما ايه في يعمل لك اياه اسود مات. اوكي اسود مات يعني كيف السيارة بهيك بتبقى بتلاقيها ناشفة اسود مات؟ ما بفهم عليك. شو سيارة قدامك؟ اسود شعر حبيبي. ايه شعر اسود. عامل لك انا مثل كيف بتشوفي سيارة لميعة مثلا لميعة اسود؟ ايه هيدا عم بحكي عنه. في يعمل لك يامات. طيب اوكي عزوق. هلا بالصيفية درجة المات يعني في يعمل لك يامات ناشف، عرفتي كيف؟ بحال بدك تتحممي بريحك، كثير بريحك، بالتمشيط كأنك عملت له سشوار، صح؟ لأنه ناشف. حلو. طيب اوكي. يلا كيف؟ معلم بس سؤال. لحظة أهل العيار. لحظة مامي يا طارق بالله قلبك بحب. تمام. يلا. يا. يا عمر انت شوفي حسن هي يعني انا شيء اوكي حسن ما بدي اوصيك هذا عمر ثانك يو شوف يا حبيبي شو عم تدرسها؟ لا بس شوف. بدي شوف قد بتتحملي هيدي الشعره اللي شلت لك اياها نعم شو بدي اتحمل بدي اشوف اذا بتقدر تحمل الصبغه على راسك ليه ما دايما يا حبيبتي هو الصبغات الجداد غير هو اللي هلا نازلين اللي انتم بتستعملون طيب حبيبي خلص شو بعدك عم بتقطش خلص بقى قطشت لي شعراتي كلهم بس ليه معصبه ليه معصبه قطش شو عم بتقبع لي بدي اصبغ شو عم بتقبع لك ساعه اول شغله بدي اعمل لك اياها مات والمات لازم اخذ هيدي الشعره على فحص الدي ان اي عندنا مكان احنا هون بخلال 10 دقائق بتطلع شو الدي ان اي دي ان اي مش بيبي لشو الدي ان اي صبغه لشو الدي ان اي ما هو هذا اللون هذا اللون بيتحط على الدي ان اي حتى الله يرضى عليك عيط لي لمهر قل لي لمهر بليز وترتني لان بس انا بدي اشوف قديش شو دي ان اي بدي اصبغ شو بدي ايه ما هي هيدي الشعره لازم تنحط على المكنه مشان نشوف السبراي اللي بدنا نستعمل لك اياها للشعر قد ايه انت بتتحملي صبغه بركي احترقت البصله تاعت راسي البصله صبغ لها بركي عقلاتك خربوا ما بدي مكان بركي عقلاتك خربوا يا ماهر ماهر تعا خيي تعا سكر الباب وتعا ماهر تقبلني اقبالي شعراتي من ايمتى بالصبغه بنقبع شعر ودي ان ايه معلمه بس كلمه لو سمحت انا شلت الشعره لحطها على المكنه اللي جبناها جديد مشان نشوف قديش عندها القويه بين شعراتها يعني فحص الدي ان اي على المكنه مشان السبراي اللي بدنا نحط لها اياه عم بحكي شيء غلط بس هي قالت عيط له لمهر انا بدي عيط لك لا جايبين طب قول لمهر يلا الله يرضى عليك خلص مشي الحال معلم يعطيك العافيه وحياتك ما حدا عندها طب يلا جرب يلا طيب يلا قد ايه بدك وقت؟ نعم قد ايه بدك وقت؟ شو ساعة معصبة يا معلم حبيبي عصبتنا لأن عم بتقبع لي شعراتي وما كان عندي أنا ليه معصبة أنت؟ لا لا عصبتني لا يلا روح خلص لا مبين علي معصبة يا معلم ماني معصبة يلا تقبع والله العظيم معلم معصبة ماني معصبة لا إذا معصبة كيف بدها تظبط الصبغة؟ والله معصبة يا معلم تأثر معلمة خلص ريلاكس تشرب نسكافيه ماهر معصبة البنت لا رواق رواق طيب يلا خير بس هي معصبة ماني معصبة يا حبيبي ماني معصبة والله العظيم
مبين معصب. انا عامل لك شيء؟ انا عامل لك شيء؟ لا بس انا عامل لك شيء؟ عصبتني كثير. اي بس انا عامل لك شيء؟ بتعرفيني شيء؟ لا. وليه معصبه؟ رح اسوي لك اياه. سوي لي فحص يلا. ماشي. خلصني الفحص هذا. ماشي. مش حال معلم. تمام. خلص مش حال. اترك لي اياه. لشو هي؟ لشو هي يا رب؟ يا الله. يا ماهر يا بدل... الله. لشو هي؟ هيدي مش لا ماهر؟ هيدي لا ماهر عمال معروف. هاي مشان الغبرة لما فتر من برا يكون شعراتك لقط غبر. غسلهم؟ لشو بتعمل لي ما ما بيسوى بدي اصبغ لك، ما بيسوى، كيف بدي اصبغ لك؟ بس اذا في غبره بشيل لك اياهم، عم بيعملوا منيح معك، هيدي ولك وفر ستات بيعرف يعملها، ولك وفر ستات بالبداية يا عمي مش هلا من بعد هيدا. يلا خلص مش الحال، ما بقى في غبره مش الحال، ها؟ شو اخلاقها ضيقه يا زلمه هالبنت، شو اخلاقها ضيقه؟ ما في الواحد يحكي معها. بدي اصبغ لك مجنون انت؟ بدي اصبغ لك شو عم تصبغ لي عم تكب مي؟ بالقمة حطيتهم وبدي اصبغ لك يا الله وين الشفة؟ كيف بدي اصبغ لك؟ حبيبي شو عم تصبغ لي؟ شو بتحط لي مي على شعري؟ شو بدي اصبغ لك؟ شو عم تصبغ لي بتحط لي مي؟ كيف طيب؟ شو هي مي؟ ما انا بدي احط لك تليفوني طلعت لي اياه مي وثيابي ولا بس كبيت القمة هيدا القمة هيدا بحطوه هيك على الراس من فوق وبحطه بقلبه المي نعم؟ انت معصبة انت معصبه حطوا حبيبي ما مي قصدي انت معصبه لا ماني معصبه عصبتني ما انت مبين عليك معصبه انت ليه معصبه ماني معصبه انا شو غلطت معك ماني معصبه وترتني ليك شعراتي مي معصبه مبينه معصبه ما قلت لي معصبه رح هيك مش اخوانيك بقى مبينه معصبه ماني معصبه بقولك وحامي والله معصبه ماني انت... معصبه روح عيطي لمهدي قلي لمهدي الله يرضى عليك شو القصة شباب؟ ليه معصب هاد؟ ليه معصب؟ شو؟ بقى عيطت لما انت كنت معنا برنامج كاميرا خفية واتفقنا نحن وماهر قطع بينيك الضرب وهزي يلا واحد شعري كل حري شوف وضحك معنا تحكي من القلب اوعى تزعل مني لولا كلت الضرب ولك ضلك متابعنا واحضرنا واسمعنا ضلك متابعنا واحضرنا واسمعنا ولك اوعك تزعل منا اوعك لولا كلت الضرب اوعك تزعل منا اوعك لولا كلت الضرب اوعك تزعل منا ها